فعلا موضوع في منتهى الأهمية والمنطقية والبديهية. بص احنا كنا قاعدين كده بنتكلم مع الإعداد وغيره، وكنا بنشوف لان معظم الفرق الاوروبيه كريم زي ما احنا دلوقتي بنتكلم هي المفروض ان هي بتستعد للموسم الجديد بعد طبعا يعني او لبعض كمان من المباريات الوديه خلينا نقول كده. فبيحصل ايه؟ بيحصل ان هم بيتفقوا على معسكرات خارجيه، ده بيحصل كل موسم، منها طبعا تكون او زيها زي ما هنتكلم تحديدا عن جوله بي اس جي باريس سان جيرمان اللي هي موجوده حاليا في اليابان، وارسنال المفروض في امريكا، وهناك المفروض بيتواجدوا عشان يلعبوا مباريات وديه. كلام ما فيهوش اي حاجه جديده، وده بيحصل في كل تقريبا موسم وغيره. اللي احنا بقى بنقوله، احنا كنا بنتكلم طيب ايه المانع وليه احنا ما بنعملش كده؟ يعني ايه المانع ان احنا كمان في مصر نعمل شراكات بهذا الشكل مع الانديه الاوروبيه والانديه المختلفه وطبعا اتحاد الكره الاوروبيه، وان احنا نستضيف المعسكرات بتاعتهم في مصر؟ يعني انت عندك معظم كمان فترات السنه لو احنا هنتكلم انت عندك جو يعني رائع، مش جو مناسب، جو رائع. فانت ليه ما بنستغلش حاجه ما اشتغلتش انت عليها، ربنا اللي مديها لك ان احنا نستفيد بيها؟ لو انت بتتكلم بقى سياحه رياضيه او غيره، هي تندرج تحت ممكن السياحه الرياضيه طبعا، لكن ده بيحصل في العالم كله. فكره كمان لو انت جيت قيمت مصر، هي دلوقتي مصر في وضعيه ثانيه، في ليفل ثاني خالص. هل احنا بنجامل طالعين نقول اي كلام؟ لا، انت بتتكلم بناء عن واقع حاصل على الارض. مصر استضافت في الفتره اللي فاتت عدد كبير جدا من البطولات الرياضية العالمية، وحازت كمان على يعني إشادات كبيرة جدا عالمية. فليه ده لا يحقق حاليا على الأرض؟ هل في صعوبة في ده؟ هل ممكن حد يطلع يقولك يا عم أنت عايز تقلد أمريكا، فكرة الجولدن كاب اللي هي بتعمله، ولا أنت فاكر نفسك زي الدول اللي هي مثلا الاستعدادات اللي هي أو المعسكرات اللي بتكون شتوية اللي بتقام كل سنة مفروض في قطر أو في الإمارات؟ شوف الفرق ما بينك، شوف الكاميرات، شوف الاستعدادات، شوف الأرض نفسها عاملة إزاي هناك. كل ده على فكرة تاني كلام مقبول، يعني كلام حقيقي. هو ليه مقبول؟ لأنه واقع. بس هي القصة كلها، هو أنا ممكن أكون زمان كنت في جاب كبير أو بعيد قوي إن أنا أحقق ده، بس ليه ما اشتغلش أنا على نفسي؟ وممكن في يوم من الأيام، ومش ده مش بعيد بالمناسبة، أقدر إن أنا أكون من الدول اللي بتستضيف الوديات المختلفة، سواء وديات شتوية هنا أو وديات صيفية بالمناسبة. يعني إن كان قطر والإمارات بتستضيف الوديات اللي هي الشتوية، فأنا أقدر أستضيف شتوي وصيفي، لأن أنا عندي الاتنين، الجو في التو سيزونز أو في الموسمين دول أكثر من رائع في مصر. يعني كلام موزون ولا ايه؟ بصي، انا واحد من الناس شايف ان من قديم الازل، من زمان قوي، حتى في الفترات اللي كانت السياحه المصريه، وانا هنا بتكلم على السياحه بشكل عام، وهندخل يعني بالتحديد بعد كده نتكلم شويه عن السياحه الرياضيه، لكن السياحه في مصر حتى ايام لما كانت في احسن حالتها، انا شايف ان هي لا تتناسب بالمره كانت ولا زالت بطبيعه الحال مع المقومات اللي موجوده عندنا في مصر. اللي من حضراتكم سافر دول كتير بره مصر، ممكن يبقى عدت عليه دوله ما موجود عندهم مثلا شجره عمرها 250 سنه، بس يعني دي ولا حاجه بالمقارنه ببلد فيها اكتر من تلتين اثار العالم. لكن هم بيعرفوا ازاي يحافظوا على الحاجه اللي عندهم دي، وازاي يسوقوها، وازاي يبروزوها وينوروها، وبموجبها بتستقبل هذه البلدان يعني سياحة أكتر بكتير قوي من اللي بتستقبلها مصر. إحنا عندنا تقريبا كل حاجة، وزي ما نهاوند بتقول لحضراتكم، إحنا فعلا على مدار السنة نقدر نعمل الكلام ده. وعايز أضيف كمان على كلامها، يعني كمان حتى المنتخبات أو الأندية العربية هي كمان ممكن نستضيف معسكراتها، بالتالي هنعزز فكرة تنشيط السياحة الرياضية في مختلف الألعاب. أي نعم، إحنا بنتكلم دلوقتي عن كرة القدم، وده منطقي جدا إن كرة القدم بطبيعة الحال هي اللي بتحصل على النصيب الأكبر من الاهتمام ومتابعة الناس، لكن ده ما ينفيش إن إحنا عندنا مقومات رياضية لرياضات تانية كمان، مختلف الألعاب ممكن نعمل لها معسكرات وننظم لها بطولات زي ما بيحصل في مصر في الفترة الأخيرة. الرياضة حضرات أصبحت مؤخرا صناعة بالمعنى الحرفي للكلمة، وشفنا قبل كده أكتر من مرة أي دولة بيسعدها الحظ وتسعدها الأقدار وبتنظم مثلا حاجة زي كأس العالم، بنشوف بعد كده السياحه بتاخد الدوله دي وبتوصل فيها لفين. فاحنا كمان محتاجين ان احنا نشتغل على الملف ده، وبنشوف ازاي بشكل عام اتطورت الفعاليات والبطولات الرياضيه، وبقت اقرب كمان للكرنفالات وللمهرجانات اللي فيها ترفيه وفيها متعه. كل العناصر دي بتجذب المشجع، او تعالوا نسميه السائح الرياضي. كل دي حاجات مهمه واحنا نقدر نعملها.
هي دي النقطة بقى. وبعدين هي بتتم بسيستم معين، ممكن انت تشترك او تعمل شراكة مع شركات متخصصة في ده، ممكن تعمل سبونسرشيب مع اكتر من جهة. طبعا جهة الدولة او جهة الحكومية الرسمية بتكون داخلة برضو في الموضوع، الجهات الوزارات كمان المعنية اللي تكون مهتمة بهذا الملف او اللي ليها دور في هذا الملف اكيد بتبقى بتشارك، بلس بقى الشركات الخاصة والشركات اللي هي ممكن تكون بتساهم في فعل حاجة زي كده، ممكن في الاخر ان هي تفيدك. الكلام ده احنا بنقوله، وممكن حد يجي يقول لك يا كريم حلو الكلام بس هو مش هيحصل. بس برضو لو انت بصيت لدول، انا هتكلم عن بعض الدول بس مش بعينها ان جنرال، في دول يعني وان كانت اوروبيه او عربيه هي كانت من مثلا 30 سنه ايه يعني، تعالى قارنها دلوقتي بمصر. طب وفي مصر زمان من 30 سنه و40 سنه هي كانت فين اصلا، هي وصلت لايه؟ فالقصة كلها ان انا مش هينفع كل شوية اقول، وحتى ان كانت في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها امكانياتنا لا تسمح بده، ده ما يديكش الحق ان انت تقول انت لا تستحق ده في المستقبل. انا امكانياتي كده دلوقتي بس المستقبل ده بتاعي، انا اقدر بقى اغيره، انا اقدر اشتغل واغيره، ده طبيعي ودول كتيرة عملت ده. فدي كانت فكرة واعتقد احنا نستحق ذلك. وزي ما كنا بنتكلم انا وكريم نقطة مهمة جدا، ان انت هتنقل الماركتينج وهتنقل السياحة عندك لحتة تانية خالص، لان في ناس تسمع عن مصر وزارت مصر مره واثنين، لكن فكره ان انت يا كريم تحط سبوت لايت على مصر بي او عن طريق بطوله كده او وديات بهذا الشكل ويبقى حاجه مستمره كمان زي ما بتحصل، فاكيد اكيد هتعود. وعندك كل كبير المقومات المطلوبه، وعندك كل اشكال وتفاصيل البنيه التحتيه الرياضيه اللي ممكن من خلالها تحسين استقبال كل المعسكرات اللي ممكن نسوق من خلالها للسياحه في مصر. يعني فعلا لا هو بص عشان الواحد يبقى صادق عشان الواحد يبقى صادق لا ما عندكش قوي الملاعب. لا ما عندكش الملاعب. لا ليه احنا في البرنامج ده لوحده، هو كام مره طلعنا اتكلمنا عن ان في ناس كتير قوي اشادت بان مصر احسنت تنظيم واستضافه بطوله ما كره يد مره، وكلها بطولات عاليه. بس انا بتكلم على كره القدم تحديدا. لا قصدي اقول لك عموما. انت بتتكلم في العموم، انت عندك بنيه تحتيه زي الفل دلوقتي في الرياضات المختلفه ده حقيقي، لكن لو هنتكلم عن كره القدم تحديدا انت عندك طبعا في طفره حاصله في الاستادات المختلفه، ولكن انت لسه محتاج. يعني لو انا حاجه اتكلم انا عايز اخد النصيب من قطر او عايز اخد النصيب من الامارات، شوف الملاعب في قطر والامارات عامله ازاي. لو انا بتكلم انا عايز اشارك هذه الدول في حاجه زي كده، فاكيد لازم اكون بنفس المستوى. طبعا تاني هنأكد احنا عندنا طفره في الاستادات تحديدا حصلت جميله جدا، استاد القاهره، برج العرب، يعني والعديد من الاستادات اللي فعلا في طفره عليها، ولكن لسه احنا محتاجين اكتر. وزي ما كنا بنتكلم انت محتاج بجانب الاستادات انت محتاج حاجات تانيه كتيره، مقاومات تانيه كتيره جدا، منها العنصر البشري احنا اتكلمنا في ده، والكاميرات والفار، يعني انت محتاج كذا حاجه، واهمها هرجع اقول تاني العنصر البشري. فيعني نتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه يكون في عمل او يكون في يعني تركيز شويه، ولو رؤيه على هذا الموضوع اعتقد انه ممكن يفرق معنا بشكل كبير.